صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحركة، صباح الخير عليكم، وحلقة جديدة ويوم جديد في برنامج يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن مجموعة تدريبية مهمة جدا ألا وهي تمارين الفليكسبيليتي اكسرسايز، تمارين مرونة المفاصل. هنبدأ بالتمارين دي طبعا زي ما انتم عارفين بنبدأ من تحت واحنا طالعين لفوق. هنركز على رجلينا، 1 2 3 4 5 6، وممكن أعد لحد 10 عدات على حسب ما جسمي قادر وقادر يديني. الرجل التانية، 1 2 3 4 5 6 7، لحد برضو 10 عدات. المفصل اللي بعد كده اللي هو إيه؟ المفصل الركبة. بفرد ظهري، بسند على ركبتي وبعمل 1 2 3. أنا ممكن أتني رجلي جامد وممكن تبقى تانية بسيطة خالص، وده بيرجع لإيه؟ من شخص لآخر. هنطلع بعد كده للوسط. الوسط بحط إيدي في وسطي، فارد ظهري، راسي فوق، وبشتغل 1 2 3 4 5 6 في حركة دائرية، بعكس اللفة، 1 2 3 4 5 6 في حركة دائرية. بعد كده عندنا مفصل مهم جدا، وده طبعا لما نيجي نشرح ازاي نعالج المشكلات اللي هي زي مثلا تحدب الكتفين او استدارة الكتف، فالتمرين ده هيبقى مهم جدا، فعايزين نركز نشوف هو بيتعمل ازاي. 1 2 3 4 5 6 للخلف، وبعد كده بعكس قدام. انا هاجي هعملها لكم بالجنب عشان نشوفها. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هنخش على ايه؟ الكوع، مفصل مهم جدا، وكأني بدور طارة العربية بتاعتي. 1 2 3 4 5 6، بعكس، 1 2 3 4 5. بنخش بعد كده على الايد، بنفرد دراعنا جامد، بنثبت وبنلف في دواير كأني برسم دايرة بصوابعي. 1 2 3، ناخدها من الجنب، 1 2 3 4 5. ولأن العقل السليم في الجسم السليم، هستناكم في حلقة جديدة ومجموعة تدريبية جديدة كاملة وشاملة ومفيدة. إلى اللقاء ويومكم سعيد.